بيشنت ايفن مش بتاع عينيا واكس اكيوتلي ايل، حاله النيمونيا اللي موجوده في الورد بره، لان الناس دي عندها لايابيلتي فور سياده اللي هي السيندروم اوف ان ابروبريت انتي دايريتك هرمون سيكريشن. فهم اصلا عندهم يعني هو بيريتين ميه، يعني هو اصلا بيريتين ميه وبيعمل دايليشن هايبوناتريمي، فانت تدي له حاجه مليانه ميه وفيها قليل صوديوم، فبرده ده مش اختيار مناسب. ولذلك ده مين؟ ده الهاف نورمال اللي انا خففته يا دوب واحد بس. طيب ما بالك بالبيديامنت، يا بيديامنت ليفر، ايه رايك؟ مش منطقي. تمام، البيديامنت ده اللي انت خففته الخمس بقى، مش بس النص، النص بيعمل كده، فما بالك بالخمس في بيشنت اكيوتلي ال وعنده لايبيليتي للسياده. ولو انت فاكر ان السياده دي قليله، لا السياده مش قليله خالص، هات كده ايه الحاجات اللي تخليه لايب للسياده، البين نفسه، الانكزايتي، يعني انه يدخل المستشفى نفسها دي، سيبك بقى من نيمونيا ومن الجايتس وكريتيكال إلنس وعلى فنتليتر. تمام كده، فدي كلها ايه يعني، اقرا يعني اقرا، اتعلم دايما، حتى لو سمعت حاجه مش مقتنع بيها هات جايد لاينز وتكست بوكس واقراها. تمام، انا بس اللي عليا ان انا بحاول الخص لك الجايد لاينز بدل ما تقعد تقرا فيها، يعني ممكن السطر اللي انا كتبته في سطرين ثلاثه ده بيبقى ملخص جايد لاينز طويله عريضه، وانا بس بوضح البوينت المهمه اللي فيها للناس اللي مش عندها وقت تقرا. بس برضه لو في حاجه انت مش مقتنع بيها لازم تراجع بنفسك. اوكي، خلصنا كده، ده الهاف نورمال. بعد كده عندك بقى 3 من 10 نورمال سلاين، 2 من 10 نورمال سلاين، غالبا غالبا ما عمرهم ما يتاخدوا لوحدهم، لان دول سيفيرلي هايبوتونيك، ده انت خففته للخمس، خمس الملح خففته للخمس، يعني جبت اللتر الملح ده خدت 200 مللي من النورمال سلاين والباقي ده كملته ميه. فطبعا يعني مفيش حد يقبل على نفسه انه ياخد المحلول ده، بيتاح حاله بقى يدخله معاه جلوكوز، جلوكوز 10% يبقى 4 الى 1 يبقى اسمه بيديامنت. بس مش هقول حاجه تاني بقى، قول انت بقى. اوكي، طيب ايه الكونسيدريشنز؟ انا خلصت الهايبوتونيك، ايه الكونسيدريشن وايل جيفنج هايبوتونيك فلويد؟ لسه قايلين اول حاجه خلي بالك انه ممكن يكسسربيت الهايبوفوليميا اللي احنا قلناها، لان هو هيدخل هيديفيوز جوه السيلز فيزود لك الهايبوفوليميا والهايبوتنشن، وانت عمال تدي البيشنت يا عيني محاليل، وده طبعا خطر جدا في مين؟ مين ان الهايبوتنشن خطير بالنسبه له والهايبوفوليميا خطيره بالنسبه له؟ حالات التروماتيك برين او اي مشكله بقى معاه في البرين، احنا بنبقى عايزين نحافظ على السريبرال بيرفيوجن، فما ينفعش هاي التروماتيك برين تمشي على واحد لواحد ولا اربعه لواحد، ولا اكيد بديامنت دي مصيبه وخطا قاتل، فالبيشنت بتاع تروماتيك برين بليز مشي على نورمال سلاين عادي كده ملح، مشي على نورمال سلاين ماشي، جرى له حاجه مش دعوه بيك ماشي. فدي نقطه مهمه. طيب كمان حاجه افويد في مين؟ يعني نقطه الافويد دي اللي مهمه، سيبنا ان احنا اصلا بنشتم فيه وكده، احنا هنديه في الديهايدريشن. اوكي، هات محاضره الديهايدريشن هتلاقي الهايبرناتريميك ديهايدريشن، اه طبعا بنديه لان في سيلولار ديهايدريشن، بس لو في شوك هندي ايزوتونيك نورمال سلاين لحد ما الشوك تتحسن، بعد كده نشوف السيل بقى ايه نعوضها، يعني نلحقه قبل ما يموت الاول لان هو هيموت من الشوك. تمام، والبريند هايبر بيرفيوجن وكده، بعد كده صلح السيلولر ديهايدريشن بالهايبوتونيك فلويدز بتاعتك. طيب يبقى انا اكونسيدر انه ما ينفعش في عيان هايبوفوليميك ان انت تديه البتاع ده، ان هيزود الهايبوفوليميا وهيعمل لك هايبوتنشن، واللي بيعمل شفت للفلويد انتراسيلولر بياخد المحلول اللي انت بتديه يدخله على الخليه. طب والبلاد فيسل اللي انا بقول لك ماليش دعوه بيه. تمام، طيب كمان حاجه افويد في الناس اللي اصلا عند هي بتشفت الانترافاسكولار بتاعها بره، هو عنده مشكله مش بسببك انت، عنده مثلا بيرن، صح؟ مش احنا قلنا في كابيلاري ليكج وبيرن وعيان البيرن وعمال يشفت لبره، فتقوم انت كمان مديله محلول هو بيهرب منك؟ لا، يبقى ما ينفعش، يبقى ده اختيارك في حالات البرن. يبقى دكتور يعني انا مش عارفه، انا مش هقول اسم حد لما يجي لك كده يعني ايه كونسلتيشن في الحروق ما تروحش تكتب له بديامنت، يعني محتومه ما تروحش تكتب بديامنت في الحروق، حرام عليك يعني، ولا تدي واحد لواحد. اوكي، يا تكتب رينجر، والله لو ما عندكوش رينجر يعني ويبقى اديله نورمال سلاين. اوكي، يبقى انت الناس اللي عندها كابيلاري ليكج دي ما ينفعش تدي هايبوتونيك، حرام عليك. حالات التروما برده نفس الكلام. ايه كمان افويد في مين؟ افويد في اي حد عنده ريسك اوف انكريز انترا كرينيال بريشر وبرين ايديما، اي بقى حد بقى يعني الناس اللي هي ليها عشان سيلير سويلنج، مش هو بيدخل على السيلز ويعمل لها سويلنج؟ طيب يبقى افويد مع مين؟ اهم سيل في التاريخ عندنا السيلز بتاعت البرين. كمان حاجه ان انت تافويد ان انت تديه مع بلاد برودكتس،
بجد ممكن يعمل لك هيموليسيس. ما دي سيلز برضه بيعمل هيموليسيس للار بي سيز، خاصه لو انت بتدي رابيد انفيوجن للسوليوشن ده، ما تدوش مع الدم. امال مين اللي نديه مع الدم؟ لسه قايله من شويه النورمال سالاين هو اختيارك في هذه الاثناء. انا خلصت كده الهايبوتونيك، فاضل اخر حاجه خالص اللي هي الهايبرتونيك، وما فيهاش كلام كتير. كل مره اقول لك ما فيهاش كلام كتير هضحك عليكم بصراحه، بس ماشي ماشي. الهايبرتونيك فلويدز، مين الهايبرتونيك كده؟ انت لما تمسك محلول هتبقى عارف بيعمل ايه وامتى استخدمه واخاف منه في ايه. اهم حاجه اخاف منه في ايه على فكره يعني، ماشي، او ادور على ايه يعني. الهايبرتونيك لو احنا جينا عرفهم هتقولي الاوزمولاليتي، دي سهله. مش احنا قلنا الرينج بتاع الايزو، يبقى هو لو فوق ال 375 ده كده بقى اسمه هايبرتونيك سوليوشن، ماشي. وتاني انا قلت ان ايزو وهايبو اللي انا بتكلم عليها لا اقصد بيها الديكستروز كونتيننج فلويدز، لان الديكستروز بيعمل لنا مشكله انه بره حاجه وجوه حاجه، هو جوه بيخلع منك. واحد صاحبك كده بس اول ما بيدخل جوه التيشوز او جوه البلاند بيخلع منك ويسيب لك الصوديوم او يسيب لك ميه لوحدها. فاحنا كده بنتكلم عن الحاجات اللي هي نون ديكستروز كونتيننج يعني. الهايبرتونيك احنا قلنا الاوزمولاريتي هتبقى فوق 275. طب هو بما ان هو كده هيعمل ايه في الخلايا لما يدخل؟ يعني دي حاجه مركزه جدا جدا جدا، هتشد ميه من السيلز تطلع بره، السيلز دي شرينكج، يعمل لك سيلير شرينكج، تمام؟ ده الافكت بتاعه. طب ماشي، ده حاجه حلوه ولا حاجه مفشه؟ والله على حسب انت مديه ليه. ما فيش واحد ماشي عيان مينتنس على هايبرتونيك سوليوشن، الا في ناس صغننه، الناس كده بتاعه تروماتيك برين ارجع لها، هتلاقي كان في يعني سنه انديكيشن كده ان انت ممكن تعمل الحركه دي، انساها ماشي. طيب اذا انا بعمل حاجه بتعمل الايفكت ده، طب الايفكت ده انا ممكن احتاجه اصلا ليه؟ مش هي بتاخد لك ميه بره؟ فين؟ انترافاسكولار، يعني اكسباندر، يعني دي فوليوم اكسباندر. والله دي حاجه جميله، يعني ممكن احتاجها في الانديكيشن بتاعتها لو انا عايز اعمل فوليوم اكسبانجن. طيب وايه ده؟ بدي هيدريت السلز. ايه ده؟ انا ممكن استخدمها از دي هايدريتنج ميجر وين انديكيتد؟ طبعا، ده الملح الثلاثة ده اول ديهايدريتنج ميجر دلوقتي، احسن من مانيتول دلوقتي كمان، او يعني بريفيرد ريسنتلي يعني مانيتول. يبقى ليه استخداماته؟ ليه استخداماته؟ كل حاجة ليها استخداماتها وليها ليميتيشنز بتاعتها. اوكي خلاص عرفنا الايفكت بتاعته. مين الناس الهايبرتونيك دول؟ اشهرهم 3% نورمال سالاين، او اللي بنسميه الهايبرتونيك سالاين، تمام؟ هو الاوزمولاريتي بتاعته كده ايه ده؟ ده شكله حاجه خطيره يعني. كام؟ 1030. ده كل 1030 يعني حاجه فظيعه، ما ينفعش تمشي واحد على 1030 يعني، مش عليه. طيب الصوديوم اللي فيه قد ايه؟ المفروض ان انا اعرف الحاجات دي. ايوه الصوديوم على الاقل 513. طب والكلورايد؟ 513 بس، ما فيهوش حاجه ثاني، هو كده، هو الاوزمولاريتي بتاعته 1030، صوديومه 513، كلورايد بتاعه 513. في ملح هايبرتونيك تاني غير ال 3% باي ذا واي، اسمه 5%، مش هلخبطك مش هقول يعني، بس ده الاوزمولاريتي بتاعته ابو 5% ده 1700 يعني، حاجه كده ايه هايبرتونيك ابن حلال، ماشي. طيب ايه المين يوزز وايه الليميتيشنز بتاعت الحاجات الهايبرتونيك بصفه عامه؟ المين يوزز احنا لسه قايلينه، ايه الحاجات اللي تبدا تستخدم فيها انت الهايبرتونيك سلاين؟ مالناش دعوه بالنيبولايزر، ماشي. طيب هايبرتونيك ده انت بتستخدمه مينلي اول حاجه في الاكيوت تريتمنت بتاعت السيفير هايبوناتريميا السيمتوماتيك، قبل ما ادخلك على البرين وديهايدريتنج. انت ناسي ان في موضوع اسمه هايبوناتريميا، وان البيشنت بتاع الهايبوناتريميا خاصه لو نزل الصوديوم تحت ال 120 ممكن يبدا يبقى سيمتوماتيك هايبوناتريميا، وتلاقي البيشنت بدا يتشنج وهو متعبي، حرام بيديامنت بقى له 9 ايام وانت مش مدي اخوانا من الصوديوم بتاعه، كان الصوديوم 130 وانت عديتها، التحليل بقى 127 وانت نفضت له، لحد ما لقيته يا عيني بيتشنج، وتروح تجيب بقى ايه بانوتين وتدي حاجات وانت مش واخد بالك انه ممكن يكون ده من الهايبوناتريميا يا جماعه. طيب فمين اللي هنستخدمه؟ هندي الهايبرتونيك، مش هروح ادي محلول ملح، هندي هايبرتونيك عشان يصلح هذه السيفير سيمتوماتيك هايبوناتريميا. غالبا هتدي مثلا 3 مللي لكل كيلو، 3 ل 5 مللي لكل كيلو من الهايبرتونيك سلاين، ده هديهم له اصلح بيها السيمتوماتيك هايبوناتريميا. يبقى ده محلول مش وحش ولا حاجه، لا هو وين انديكيتد؟ انديكيتد في السيفير سيمتوماتيك هايبوناتريميا، ما ينفعش انساها. اوكي تمام، انا خلصت يا دكتوره رفايده، ما تخافيش روحي نامي. ماشي طيب مين تاني؟ خلي بالك ان انا لما بدي
برضو لازم اخلي ان انا بديه فيري سلولي في الحالات التانية بقى، بالذات في الديهايدريتنج ان انا بديه فيري سلولي عشان برضو ما يعمليش فوليوم اوفرلود، مش هو هيسحب ده كله وديه على السيركوليشن، وممكن ده بسهولة دخلني فوليوم اوفرلود. اخر حتة روحي نامي كريستين، فوليوم اوفرلود وإديما اكشلي فعلا اخر حاجة خالص بالظبط 5 دقايق، بالمونري إديما. فممكن احتاج ان انا ادي مع في هذه الاثناء لو انا مش بديه عشان فوليوم اكسبانشن، يعني ادي معاه دايوريتك، يعني اخد الفوليوم ده ينزلهولي، يعني لو انت مش بتديه عشان فوليوم اكسبان. كمان حاجه الاستخدام الاساسي من الاستخدامات الاساسيه اللي هو دي هايدريتنج ميجرز في الحالات اللي هي فيها سيروبرال إديما، وخاصه في التروماتيك برين، وخاصه لو انت مش عايز الضغط بتاع البيشنت او الفوليوم يقع، لان انت ممكن تاخد الايفكت ده من مانيتول. بس ايه فرق المانيتول عن الهايبرتونيك سالاين؟ ان المانيتول هياخد من السلز للانترافاسكولار وينزل في اليورين، ولذلك فهو يعني الانترافاسكولار ممكن يقع لو عينك هايبوتنسيف مش هيستحمل المانيتول. اما لو هو هايبوتنسيف او ضغطه بوردر لاين، يبقى استخدامك هنا الهايبرتونيك سالاين، لانه هيفضل جوه السيركيليشن وهيصلح لك هذا الهايبوتنشن. دي الكونسيدريشن وانت بتدي هايبرتونيك. في كونسيدريشن هي حته الفوليوم اوفرلود دي، فعشان كده خلي بالك لو ورم، لو ضغطه على، لو بدا يبقى فيه ريسبيراتوري ديستريس. والنقطه الثانيه المهمه هي بعد اذنك ما تديش الحاجات دي في بريفرال لاين. لما تيجي تدي هايبرتونيك سوليوشن ما تديش في بريفرال لاين، لانه هيعمل لك اريتيشن ودامج للبلاد فيسل، والحاجات دي انت بتاخدش بالك منها. ولو انك لو رحت مره نيابه مثلا عشان عيان عيني كان بيموت وعلى فنتليتور وخف، بس في واو في ايده واهله اشتكوك، انا شفت ده على فكره، يعني مش اللي هو الحمد لله ان الواد خرج، لا، هم الدكاتره الهنود الذين هم اللي عملوا لي الكلام ده. فبريفرال لاين ممكن يعمل لك ايه؟ نكروزز، ويعمل لك نفس مشاكل وفليبايتس، ويبقى كأنه زي الفازو بريسر كده. بس كده احنا تقريبا يعني ايه، فلذلك انت بتديه في سنترال لاين. الحاجات اللي هي فيها ديكستروز هي بسيطة خالص، اللي هم مين؟ اللي هم الجلوكوز 5% والدي 5 نورمال والدي 5 هاف نورمال. بس دي 5 الجلوكوز 5%، الجلوكوز 5% يا جماعة ده احنا عمالين نشتم فيه من الصبح، هو هايبوتونيك، هو هايبوتونيك يعني ايه كبيهيفير، لكن لو جبت الازازه بتاعته هتلاقيه ايزوتونيك اصلا سوليوشن، اوزمولاليتي بتاعته 255 او 252، فهو بحكم الاوزمولاليتي هو ايزوتونيك، لكن بحكم انه بيدخل جوه بيبقى ميتابولايز ويسيب لك ميه، يبقى ده هايبوتونيك سوليوشن، ولذلك احنا حطيناه في حته لوحده. طيب والكالوري كونتنت بقى بتاعته، طب انا مديه عشان يديني كالوريز، حلو جميل جدا. كالوري كونتنت فيها قد ايه؟ انا قلته في اول جزء، كالوري كونتنت بتاعته ما تجيبش 200، اقل من 200 في اللتر، يعني اللتر كله بيديك اقل من 200، ولذلك ما ينفعش ان انت تمشي بيشنت فيو دايز على محاليل دي 5 نورمال ولا دي 5 هاف نورمال، لا انت كده فاكر ان انت بتدي له كالوريز، لا ده كلام فاضي اصلا، دي جاست تو بريفنت ستارفيشن كيتوزيز. لكن لو انت عايز تدي له كالوريز دخل تي بي ان، عيان العنايه اللي بيقعد يومين وثلاثه بعد اذنك مشيه على تي بي ان. لو انت فاكر ان انت بتدي دي 5 نورمال فانت بتستعبط، لان ده ما بيديش كالوريز، هتظبط الكترولايت لكن مش هتظبط كالوريز. فدي النقطه انا جبت هنا عشان اقول لك، هو في 50 جرام جلوكوز وبيديك اقل من 200 كيلو كالوري. طب ايه الليميتيشن بتاعت الدي 5؟ ان هو ما ينفعش عمره ما تستخدمه as a fluid resuscitation، لانه ده severely hypotonic اصلا fluid، وكمان حاجة هيعمل لك hyperglycemia لو انت بتدي بكميات كبيرة في الاول قبل ما يديفيوز السوز، هيعمل لك hyperglycemia. لما انت العيان اللي هو fluid resuscitation ما ينفعش ان انت تديهوله. كمان حاجة ما ينفعش تديه في patient at risk of increased intracranial pressure، لان ده hypotonic fluid زيه زي الحاجات اللي قبله، يبقى ده الدي 5 لوحده. لذلك الدي 5 استخدامه الرئيسي ان هو بيضاف على بقيه المحاليل والحاجات اللي احنا محتاجينها فعلا، اللي هم مين؟ بنسميهم هايبرتونيك ديكستروز سوليوشن، اولهم هو الدي 5 نورمال سالاين. هو دي 5 نورمال، هو نورمال سالاين عادي جدا، ما جيناش حاطين عليه محلول، لا جبنا 5 جرام جلوكوز ورميناهم في قلب البتاع ده. از صوديوم كونتنت ما تخففش خالص، هو نورمال سالاين. بس نورمال سالاين ومعاه حبه جلوكوز كده، يعني مثلا عيان التروماتيك برين اللي انا قلت لك ما تمشيهوش، ما تحطلوش جلوكوز في اول 24 48 ساعه، امال اديله ايه يا دكتوره؟ اديله سالاين، نورمال سالاين. طب بدا يبقى هايبوجلايسيميك او بدا يظهر فيه كيتوزز، فتقوم انت تعمل ايه؟ اقوم مدخل نورمال سالاين لجلوكوز 10 واحد لواحد. انت دخلت جلوكوز بس انت عملت ايه في الصوديوم؟ تخففته. امال المفروض ايه؟ لا المفروض اخلي الصوديوم زي ما هو،
اضيف عليه 5 جرام جلوكوز، يعني اديه دي 5 نورمال سلاين، لان انت لو خففته فانت قللت الصوديوم. تمام كده، فده استخدامه الرئيسي. استخدام لان هو ده هايبرتونيك في يعني ده هايبرتونيك، بس لما هيدخل الانترافاسكولار احنا قلنا ان الجلوكوز بيبقى ميتابولايز ويسيب لك نورمال سلاين، يعني ده مش هيحسب معاك في التونستي حاجه لانه هيخلع منك اصلا اول ما يدخل انترافاسكولار. استخدامه الرئيسي ده في الحالات هو حاليا يبقى ريكومندد از ا مينتنس اي في فلويد في الحالات المحجوزه في الاي سي يو والحالات الكريتيكالي ال. تمام، واي حاله لايبل للسياده، انه مش هيحصل معاها كده اكنك بتدي نورمال سلاين. تمام، وبرده ان هو يدي شويه كالوريز كده فور شورت تيرم اونلي، شورت تيرم، لكن لو هتطول تي بي ان ماليش دعوه بيك. طيب ريكومند طبعا في حالات التروماتيك برين انجري بعد ما ال 24 ساعه 48 ساعه يعدوا عشان ادخل جلوكوز، ما ينفعش تعمل لواحد لواحد، يبقى انت ما ينفعش تعمل واحد لواحد. تمام، كده ده انا خلصته. المحلول اللي بعده اللي هو الدي 5 هاف نورمال، ده مشهور بالنسبه لنا، ده اخر نقطه حقيقيه يعني خلاص. دي 5 هاف نورمال، هو الاوزمولاليتي بتاعته كام؟ 406، يعني هو ناحيه الهايبرتونيك شويه. تمام، بس هو برضو يعني ده هل هو ايزو ولا هايبوتونيك ولا ايه حقيقيا بقى؟ يعني انا حقنته، لو انا حقنته دي 5 هيميتابولايز ويسيب لي هاف نورمال سلاين، يعني انت برضو بتدي حاجه هايبوتونيك، يعني هو واقعيا هو هايبوتونيك. تمام، ليه؟ عشان هيحصل كده. طب الكونتنت بتاعته زي الهاف نورمال اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو 77 صوديوم 77 كلورايد. وفي ديبيت بقى، الديبيت الحالي دلوقتي ان انا استخدم بتاع ده مينتنس ادي دي 5 هاف نورمال ولا ادي دي 5 نورمال سلاين، ده الديبيت القائم. واللي مش عليه ديبيت الاربعه الواحد والبيديامنت ده خلاص خرج بره الايه الديبيت اصلا. تمام، فهو ده استخدامه حالي، ان انا بدي مينتنس سوليوشن في الاكيوتلي ال تشيلدرن، بس اخلي بالي برده من حته الصوديوم، ان الصوديوم برده لو لقيته ب 130 ل 135 بليز اعتبر ان دي مايلد هايبوناتريميا اند سيجنيفيكانت على فكره. فدي لما لو انت يعني انت لو هتقول لي رايي استخدم ايه كمينتنس، هقول لك ممكن تعمل دي 5 هاف نورمال او دي 5 نورمال. تمام، بس ده هتخلي بالك من الحاجات اللي احنا قلناها مع الايزوتونيك، ودي هتخلي بالك من الحاجات اللي احنا قلناها مع الايبوتونيك. بس في الدي كي اي ممكن استخدم الايزوتونيك، وفي التروماتيك برين لازم استخدم الايزوتونيك. الدي 10 ده احنا قلنا ان هو يعتبر هايبرتونيك، الجلوكوز 10% هايبرتونيك، استخدم بس جوه الجسم هيبقى هايبوتونيك. الحاجه المعلومه الاساسيه اللي عايزه اقول لك عليها في الدي 10 الجلوكوز 10، بليز ما تديهوش في نفس اللاين اللي فيه بلاد برودكتس، لما تديهوش في نفس اللاين اللي فيه بلاد برودكتس، لانه ممكن يعمل لك اجلوتينيشن. امال استخدامه الاساسي عشان تدي شويه كالوريز، وكالوريز فيه قد ايه؟ 380 تقريبا، ضعف ال 5%. تمام، ويمنع الكيتوزيس بتاعت الاستارفيشن، وبرده مش لللونج تيرم، بعد يومين ثلاثه بليز روح على التي بي ان. ماشي، حضر الدي 5 نورمال سلاين لو مش عندي ازاي؟ دي وكذلك دي 5 هاف نورمال. طب لو انت مش عندك الدي 5 هاف نورمال، على فكره يا جماعه ده محلول موجود جاهز ومتوفر. طب انا مش عندي، خلاص يبقى ده سهل خالص، واعتقد الاجابه دي احنا كلنا عارفينها. انا عايز اعمل دي 5 هاف نورمال، انت عايز دي 5 هاف نورمال، دي البوينت الكلينيكال اللي انت عايز. هات جلوكوز 10 وهات نورمال، وخد نص الجلوكوز ال 10 ونص النورمال، يبقى انت هتعمل له جلوكوز 10% لنورمال سلاين بنسبه 1 الى 1، هو يساوي الدي 5 نورمال سلاين. طيب دي 5 هاف نورمال سوري. طيب لو انا عايز اعمل الدي 5 نورمال سلاين، هو اكشولي موجود جاهز، وعلى فكره يعني عادي في مستشفيات حتى الايه الاقليميين، يعني زي حالاتي عندنا الدي 5 الايه النورمال سلاين. طيب لو انا ما عنديش دي 5 نورمال سلاين، هقول لك على طريقه لطيفه جدا سيكريت كده، بس دي لازم يكون عندك جلوكوز 50% يعني. ماشي، هقول لك تعملها ازاي. دي هتجيب هاف نورمال عادي، سوري نورمال سلاين عادي، هتجيب نورمال سلاين 500 مللي، وتشيل منهم 56 مللي، وتحط ال 56 دول جلوكوز 50%، يبقى انت كده عملت الايه نورمال سلاين، دي 5 نورمال سلاين. ولو ان هو موجود جاهز ومتوفر جدا جدا يا جماعه، بليز اسالوا عليه، يعني خد مني البوينت دي بتاعت ان انت ايه اسال على الحاجه وزن على التمريض وعلى الناس بتوع المشتريات واصرفها، بتتصرف عادي، اللي بيبيع ده بيبيع ده عادي، بس انت ما تسالش، ما حدش هيجيبه لك يعني. تمام، خلصنا كده الجلوكوز 10 استخدامه الاساسي، قلت لك مش بتاع الهايبوجلايسيميا على فكره، مش هو ده الاساسي، استخدامه الاساسي عشان يبريفنت الكيتوزس ويديك بعض الكالوريز، وخلي بالك ما يتاخدش مع بلاد في نفس اللاين، والجلوكوز ال 25
30، عندك بعد كده الجلوكوز ال 50، ده طبعا ده فيري سيفيرلي هايبرتونيك، لازم طبعا في بتاع دوت سنترال لاين، ولازم يبقى ليه، هو المفروض ان انت ما تديش يعني جلوكوز اكتر من 25، بس يعني ده عادي مكتوب، لازم تدي معاه محاليل، وفي سنترال لاين هيبقى البلاد اصلا فلوينج بسرعه، فمش هيبقى عندك مشكله قوي. بستخدمه امتى؟ بستخدمه في السيفير هايبوجلايسيميا، لازم يتاخد في بتاع ده سنترال لاين. النقطة الثانية برضو بتاعت ايه، نخلي بالي ممكن يعمل لك هايبر جلايسيميا، انت بتدي حاجة عشان هايبو جلايسيميا فتعمل لك هايبر جلايسيميا. انا كده فرانكلي خلصت من جد، مش بقلف عليكم، بس يعني انا طبعا مش هقول لك الكولويز ولا حاجة، دي انت سهلة ان انت تقراها، مش محتاجة حاجة. كده انا شرحت لك البيزك بتاعت الاي في فلويدز، وشرحت لك يعني ايه بتاع ده، شرحت لك ايزوتونيك وهايبوتونيك والتونستي، انها بليز يا جماعه والله الكلام ده مهم، الايزو ان التونستي ليست هي الاوزموناليتي، والتاني نقطه البالانسد والانبالانسد، وانت عرفتها واعرف كل محلول بيتكون من ايه والبيز اللي فيه والصوديوم و و و. في اخر نقطه بس على ذكر الصوديوم، اللي هي الصوديوم كلوريد البايكارب، سوري اللي هو الصوديوم بايكارب، اعرف فيه ايه، انا عايز اعرفك فيه الكونتنت بتاعته من الصوديوم قد ايه. الصوديوم بايكارب ده، صوديوم بايكارب الصوديوم اللي فيه 1000، ده حاجة حلوة، حاجة كتيرة خطرة يعني، فيها صوديوم عالي جدا، فاعرف كونتنت الصوديوم، هلخصلك في الزخنوقة دي، ان الصوديوم بتاع النورمال سلاين 154، الصوديوم بتاع الهاف نورمال 77، الصوديوم بتاعة الملح 3% 513، والصوديوم بتاع البايكارب 1000 بالظبط، ماشي. فده معناه، هقول لك تركاية صغنونة كده هنا، ان انت عارف الحالات البرزستنت ميتابوليك اسيدوزيس، بس اللي سببها بايكارب، ها مش ديك ايه خالص يعني، اللي سببها بايكارب لوس، اللي هي اشهرهم مين، اللي هي اشهرهم الار تي اي رينر تيوبولر اسيدوزيس، يا جماعه الناس اللي لسه صغنانين، في عندك كده البروكسيمال تيوبولز عماله بتخرم بايكارب، بتسقط بايكارب في اليورين، فالبيشنت ده عنده دي هيدريشن وعنده اسيدوزيس بايكارب لوس، ده لازم ياخد بايكارب. لو انت عايز تمشيه على بايكارب ريجولر بدل ما انت عمال تديله شوتس كده، ممكن تستبدل النورمال سلاين بتاع المينتنس بصوديوم بايكارب، بس تعمل حسبة الصوديوم، تمام؟ يعني تبقى عارف ان النورمال سلاين في 154 والبايكارب في 1000، فبدل مثلا ما انت كنت ماشي على مثلا واحد لواحد، انت هتخلي مينتنس الصوديوم، تمام؟ عبارة عن صوديوم بايكارب، يعني هتقسم على 7، لانه تقريبا السبع اضعاف، بتاخد كونتنت بدل ما انت كنت ماشيه على 7 لتر مثلا في اليوم يعني بتاع ده نورمال سلاين والباقي جلوكوز، لا هيبقى لتر واحد بس من بتاع ده هو، وتخلي الباقي جلوكوز 5، يبقى انت كده عملت ايه، انت كده مشيته على بايكارب، وحطيت ان مايند، ما ينفعش ابقى عبيط يعني، انا عمال ادي بايكارب في صوديوم 1000 ومش حاطط في اعتباري الصوديوم، لازم تبقى عارف في اعتبارك الصوديوم ان في صوديوم عالي قوي، اوكي خلاص، فانا خصمته من المينتنس الصوديوم اللي هو كان ماشي عليه، واديتهوله في صوره صوديوم بايكارب، يبقى انا حققت الحاجتين الاثنين. فاضل لك بس عندي جدول كده صغير هتلاقيه في اي تكست، اللي هو الكونتنت بتاعت المحاليل، فعشان انت تبقى واحد بتدي محاليل سواء امبيشنت سواء اوت بيشنت، وانت مش عارف المحاليل اللي انت عملت تديها دي فيها ايه وايه الكونسيدريشن. شكرا يا جماعه، انا سهرتكم، ايوه الساعه 1.